الطبيب النفسي لهم خزعبلات صراحة، بعضهم عنده خزعبلات ويدل على نقص في علميته وفي ثقافته. يعني من يقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث أنه ناقص، لا طائل من ورائه ولا فائدة منه. فالإنسان قد يكون كاملا ولما يأتي العلم كاملا من حيث البشرية في الصفات، قد يأتي العلم الشرعي ويزيده كمالا، فكيف يقال على النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ناقص؟